Ô Chachi, gostas de ideia da biologia vegetal IS2, modelo que te carrasse IS2, SVE, yani biologia vegetal, علوم حياة والأرض، أقول له باللغة العربية. هاد الدرس هذا ولا هاد الفيديو هذا إن شاء الله غنشرحو، إني نشرحو مزيان بعض المصطلحات اللي ما كيكونوش يتقراو في الاس ان او في البكالوريا. ان شاء الله نبسطوا المفاهيم، يعني مصطلحات اللي صعابين غنزيدو نبسطوهم. حنايا غنمشيو بايطاب باغ ايطاب، يعني بالتسلسل ان شاء الله. غنشوفو اول حاجه، غنشوفو هذا الفيديو هذا، غنشوفو الفرق بين الكورموفيت والطالوفيت، وغنشوفو لاباغاي فيجيتاسيون ديالو، وغنشوفو لاباغاي بلاستي ديال والفرق ديالو، يعني لي تيب. وغنشوفو بعض، يعني بعض لي مثلا حنا غنشوفو هنايا هاد الفيديو هذا اكتريه غنشوفو لي طالوفيت. الكورموفيت غنشوفو غير الديفيرون بين طالوفيت وكورموفيت صافي، لان الكورموفيت غنشوفوه في فيديو اخر ان شاء الله. المهم، هذا الدرس او هذا الموديل هذا كيتقرا فيه الكورموفيت، وزعما هما لي بلون سيبيريو ولي زالك هما الطالوفيت، يعني كنقولو لهم الطحالب، و تا الشامبينيو كيتقراو هنايا هذا الموديل هذا. المهم، عنده على بركة الله عندنا هنايا خمسة دليغين، عندنا مونيرا، عندنا بروتيستا، عندنا فونجا، عندنا بلانتا، عندنا انيماليا. مونيرا هما بروكاريوت، هما وحيدات الخلية انيسيليليا، و برودكسيون ديالهم اسيكسيل. هما كيتصنفون بكتيريا و ليزالك بلو. ليزالك بلو كنقول لهم سيانو بكتيري، عقل على هاد ليزالك بلو هما كيتعتبرهم سيانو بكتيري. هنشوفو تانية بروتيستا. بروتيستا هما انيسيليلي ولكن اوكاريوت، يعني عندهم نواة. هما فورم ديالهم موبيل، ماشي فيكسي، ماشي فيكسي، هما موبيل كيتحركو. عفوا، عندنا فونجا. فونجا بليزيوغ سيليل، يعني بليزيوغ سيليل. اوكاريوت هما سون بيغمون. علاش سون بيغمون؟ لانهما ما كيعملوناش فوتوسانتيز، وكي تعتبروا هما من الشامبينيون. وعندنا بلانتا فيها جوج، فيها لي زالك وفيها البلو بلانت لي زالك. وعندنا انيماليا، وقلنا ان لي بلانتا هما افيك بيغمون لانهما كيعملونا فوتوسانتيز وفيهم البلاست. وعندنا انيماليا هما انيمال، يعني في الصنف الحيوانات. زيدو، هادي هي الخطاطة ديالها. عندنا الأورغان أورغانيزم، عندنا بروكاريوت أوكاريوت. بروكاريوت هما مونيرا، عندنا أوكاريوت هي إنيسيليليا، وعندنا ميتيسيليليا. إنيسيليليا فيها بروتيستا، ميتيسيليليا كاين أنيماليا فيها، وفيها بلانتا. بلانتا فيها كاين بلانتا فيها لي زالك وفيها لي بلونت، هما كيعملوا لنا فوتوسانتيز. وعندنا فونجا هما شامبينيون ما كيعملوا لناش فوتوسانتيز. اوكي، عندنا هنايا لي طالوفيت. طالوفيت دابا غنشوفوا الفرق بين الطالوفيت والكورموفيت. غنشوفوا دابا الطالوفيت. الطالوفيت هما لي زالك، هما طحالب. ملي تسمع طال قالك شنو هو لاباغاي فيجيتاسيون دو طالوفيت ولا دلي زالك، كتقول له طال هو لاباغ. علاش؟ لانه هو ستركسيغ ديالهم تري سامبل، يعني بسيط، يعني ستركسيغ ديالهم، يعني البنيه ديالهم، حيت ما عندهمش لي تيج، وما عندهمش لي فوي، وما عندهمش لي في سكونديكتريس. لي في سكونديكتريس هما ديك العروق اللي كيوصلوا لنا لي مينيرو، لي باش كيعطي لي مينيرو والماء وبزاف ديال الحاجات اللي باش كيغديونا لا سيلول. المهم، ما عندهمش لي فوي، ما عندهمش لي تيج، وما عندهمش لي غاسين، ما عندهمش لي فيسو كونديكتريس. عقلوا على هادي.
إلا قال لك شنو هو لي زالك لي هما انيسيليغ، كتقول له سيانو باكتيري. ها هما سيانو باكتيري، هي هادي سيانو باكتيري. و إلا قال لك عطيني ليكزومبل ديالهم، كتقول له لي زالك بلو. ياك غنشوفو دابا الكورموفيت، المهم هادشي التالوفيت هاد هادشي لي كاين فيه، يعني لاباغي فيجيتاسيون ديالو. غنشوفو لاباغي فيجيتاسيون ديال الكورموفيت. لاباغي فيجيتاسيون ديال الكورموفيت هما الكورمو، لأن يعني البنية ديالهم تخي كومبليكس، يعني جد مركبة و يعني فيها بزاف ديال الحاجات، فيهم لي غاسين، فيها لي فيسو كوندكتريز، فيها لي تيجي لو فو. ماشي بحال الطالوفيت، الطالوفيت هما فيهم غير لي فيلامون الخيوط وصافي، ولا سيلي ايزولي باغ لا فيلامون، يعني هما فحال خيوطه نقدروا نقولوا لهم، ماشي بحال الكورموفيت. الكورموفيت عندهم لي تيج لي غاسين ولي لي في فيسو كوندكتريس. نزيدو هذا ليكزامبل، ليكزامبل ديال لي زالك. اكزامبل الثاني ان شاء الله باقي غنشوفو ليكزامبل الاخر، غنشوفو الجينيراسيون ديالو برودكسيون سيكسيل اسيكسيل، غنشوفو المورفولوجيك ديالو. المهم عندنا ثلاثه لي كلاس برينسيبال ديال لي زالك، عطيتكم ثلاثه ديال لي كلاس. انا اصلا في هذا الفيديو كنعطيكم غير اللي مهم واللي كيطيح في الامتحان. المهم ثلاثه لي كلاس برينسيبال ديال لي زالك عندنا فيو فيسا، عندنا هما لي زالك بغي كتعيشنا في يعني في المصالي مالح في خواض، و ليكزومبل ديالهم فيكوس و تاسيستوريا، هما بليغيسيليليا. وعندنا غودوفيتا هما لي زالك غوج، كتعيشنا في المصالي تا هو مالح، ولكن هذا شود يعني سخون. ليكزومبل ديالهم بورفيرا. وعندنا الكلوروفيتا، عندنا كلوروفيتا هما لي زالك فيغ، لي كلاس الثالث هو كلوروفيتا ولا لي زالك فيغ، كتعيشنا هادوما في الجنب ديال البحر ولا الجنب يعني في الحافه ديال الواد، كنجبروهم تما. تقدر تينا تكون شي مره شفتيه ما رديتيش البال. والاسم كاين ليكزومبل ديالهم الفا كاينه موجوده، وكاينه الكوديو. غنشوفو دابا ها لا باغي فيجيتاسيون اللي قلت لكم قبيلاتي ديال لي زالك هو طال، و اورغان او بروديكتور ديال لي زالك هو سيست. سيست اما كاين سبوروسيست ولا الغاميتوسيست. سبوروسيست هو دو ان، والغاميتوسيست هو غاميتوسيست هو ان. على سبوروسيست لان لي سبور هما فيهم دو ان، لان لي سبور مثلا سبور كيطيحونا في الارض كيوقع لهم جيرميناسيون كيعطيونا لي زالك اخر، وهكذا كتم يعني الدوره ديال الحياه. ولكن الغاميتوسيست لا، ضروره ستكون ريبروديكسيون سيكسييل، يعني كيكون لي غاميت مال لي غاميت فيميل، كيعدو لنا الفيكونداسيون باش كيعطيونا لي زالك، يعني كيعطيونا لي زالك عاود باش كيكبرنا كيوقع له الجيرميناسيون كيكبرنا عاود. المهم دورة الحياة هادشي هذا من بعد غنعرفوها مزيان ان شاء الله فيديو اخر. قلنا المهم ثم لاصكم تعرفوا سبوروسيست هو دو ان يعني ديبلويد، الغاميتوسيست هو ابلويد، يعني هنايا وقعنا الفيكونداسيون وهنايا وقعنا الجيرميناسيون. يعني علاش الجيرميناسيون؟ لان دو ان دو ان يعني لي سبور دائما عندهم دو ان. اوكي غنشوفو لاباغي بلاستيديان، لاباغي بلاستيديان يعني بلاست دلي زالك. عندنا دو فورم دو بلاست، عندنا البلاست فوكال يعني فورم دو يعني ايطوال، يعني بحال نجمه كيكون في السونتر ديال لاسيلي يعني فوايي،
وعندنا لي بلاص باريتو. باريتو هو الفورم فاريابل، هو عنده واحد الفورم ماشي محدده، يعني دائما عند الفارياسيون، يعني بوزيسيون باريتال. ياك عندنا في هذا الاباري بلاص ديال كاين 3 تيب، كاين ارشيون بلاستيديا بلاستيديا، وعندنا ميزو بلاستيديا، وعندنا نيو بلاستيديا. ارشيون بلاستيديا غنشوفوها دابا، هذا ارشيون بلاستيديا يعني هو قديم شويه، يعني البلاست عنده قديم، يعني حيت هو عنده البلاست كبير. غنشوفوها هذا ريبريزونتي دو بار ان سول بلاست، يعني شتي عنده واحد البلاست ولا كيلك بلاست، يعني اما تقدر تجبر جوج ثلاثة ولا واحد، يعني لا حسب. وعندنا لو طايد البلاست كبيبر، وهو عنده يعني كيمتالك فوس ديك البلاست كاين بيرينويد، هاد البيرينويد هذا بيرينويد هو هذا. و ليكزامبل اذا قال لك اعطيني ليكزامبل د هاد الارشيو بلاستي ديال، كتقول له الفا لي زالك الفا. المهم عرفتو ارشيو بلاستي ديال، ارشيو بلاستي ديال هي واحد البلاست هي قديمه بزاف، يعني ماشي متطوره. هذه هي المعنى، انا بغيت نقربكم من المعنى ديالها. هيا هاو ديك لا فورم، هذا ارشيو، هذا ليكزامبل الارشيو بلاستي ديال. انا قلت لكم لا فورم ايطوال كيكون في السونتر ديال لا سيليل، اما كتجبر جوج ولا وحده د البلاست. ها هي هاد هنايا جوج، هنايا وحده، هذا البيرينويد اللي في الوسط، هذا البلاست فورم ايطوال، وهذا الباغوا. دابا غنشوفو الباغيطال، حنا شفنا لا فورم ايطوال، دابا هنايا لا فورم باريطال، يعني ف ها هو عادي حتى هو هنا لا فورم باريطال كتجبر، يعني كاين بزاف فيه بيرينويد ولا كتجبر واحد البيرينويد هنا. المهم هذا السيتوبلازم، نتوما كتعرفوا يعني سيتوبلازم، هذا كلوروبلاست وهذا بالخضار، هذا الباغوا، هذا البيرينويد، وهذا البيرينويد. يعني عقلوا ان الارشيو بلاستيديان فيها جوج، فيها لا فورم باريطال ولا فورم ايطوال بحال النجمه. نكملوا دابا نشوفوا تيب ميزو بلاستيديان. ميزو بلاستيديان كيجي فورم انترميديار، يعني ستركسيغ انترميديار بين ارشيوبلاستيديا و نيوبلاستيديا، هو لا فورم ميزوبلاستيديا سون دو ستركسيغ انترميديار. كيما قلتلك الا قالك شني هو اعطيني ليكزومبل، كتقول له ليكزومبل كلادو فورا، كلادو فورا. هاد ميزوبلاستيديا هو اي ديفيني بار ان نومبر امبورطون دو بوتيت بلاست، هو هاد ميزوبلاستيدي عنده واحد البلاست امبورطون، يعني صغارين امبورطون بلاست، وعندهم يعني كيحتويو على البيرينويد اللي قلت لكم قبيلات. بيرينويد هاد البيرينويد ياك كيكونوا في وسط البلاست، والبلاست كيكونوا مربوطين بواحد يعني الخيوط كنقولوا لهم لي غايو، يعني مربوطين بواحد لي غايو بيناتهم. لي غايو كيعدلوا لنا واحد الكومينيكاسيون بين لي ديك لي بلاست، ممكن يعني عندنا غولي اونتر او بار دو غايو بلاستي ديال. ها هي غايو بلاستي ديال، غنشوفوها دابا. ها هي ها لي بلاست فيهم البيرينويد، ها هو لي بالكحل، كلوروبلاست هو اللي بالخضر، هذا الباغوا، هذا لي غايون بلاستي ديال، هو هذا لي غايو. يعني عقلوا عليه، اذا قال لك شنو هما الديفيرونت بين
ميزوبلاستيديان وارشيوبلاستيديان كتقول له هذا الشيء هذا. يعني ميزوبلاستيديان عنده لي بلاست مربوطين بين بيناتهم لي غايون بلاستيديال، ولكن ارشيوبلاستيديان لا، وهذا ميزوبلاستيديان عنده بوتيت بلاست. هما نشوفوا دابا نيوبلاستيديان. نيوبلاستيديان هو جيت متطور، هو ديفيني بار ان نومبر امبورطون دو بوتيت بلاست، يعني حتى هو عنده بوتيت بلاست ليبر، ولكن ماشي مربوطين بديك لي غايون بلاستيديان. نكملو، قلنا ان هذا نيوبلاستيديان جد متطور، يعني حيت ما عندوش يعني البلاست ديالو ليبر، ما عندوش لي غايون، يعني ماشي مربوطين بيناتهم. وهاد البلاست كاين اللي فيه البيرينويد وكاين اللي ما فيهش البيرينويد. هاد نيوبلاستيديان عقلوا على هادشي هذا، يعني كاين لي ديبورفي دو بيرينويد وكاين بورفي دو بيرينويد، يعني كاين اللي فيه وكاين اللي ما فيهش بيرينويد، وهو بوتيت بلاست. كملوا، عندنا اورغان بلاستيديال، عندنا كاين جوج الحالات. عندنا ملي تشوفوا هوموبلاستيديال، هاد هوموبلاستيديال هو كومبوزي بلاست كولوري. هاد ملي تشوفوا هومو، هاد المصطلح هومو هو كنقولوا فحال فحال، يعني شي حاجه هومو يعني كلشي فحال فحال. يعني مثلا في هاد الحاله هادي البلاست كيكون كولوري، كلشي كولوري يعني فحال فحال. ولكن هيديرو بلاستيديال كيكون كاين لي كولوري وكاين لي ماشي كولوري، يعني هيتيرو كاين الاختلاف. يعني كتجيب مثلا عندك البلاست خضر والبلاست بويض مثلا، انا بغيت نعطيك هذا المثال وصافي باش تعرف هيتيرو يعني كاين اختلاف. اما هومو فحال فحال، يعني هومو بلاستيديال اما يكونوا كولوري كلشي واما يكونوا دي كولور، ما عندهمش الكولور، يعني اومو يعني مصطلح اومو خصكم تعرفوه وهي ديرو. صافي، يعني فيديو تالا، الله يعاونكم، بون كوراج. اذا عجبكم فيديو بارطاجوه مع صحابكم، الله يعاونكم، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله، و غنشوفوا ديك التيب دي مورفولوجيك، غنشوفوا ديك ارشيوطال تيب مورف. علاش حنا علاش قلتكم انه هضرت لك على اباري فيجيتاسيون، حيت اباري فيجيتاسيون ملي غنهضروا عليها في فيديو اخر، غنشوفوا لي تيب مورفولوجيك ديالها، كاين ارشيوطال وكاين بروتوطال ولا نيماتوطال، وكاين كلودامين ولا كلودوطال. المهم هادشي هذا، الفيديو اخر ان شاء الله غنشرحوه. بون كوراج.